السلام عليكم حق اليوتيوب. الكلام اللي بقولك مره مهم، ركز معي. انا الان بكاس العالم بقطر، في اشياء قاعده تصير كلها مو بقادر الحق اغطي لكم اياها، ومنها ان احنا ماخذين فيلا، فما لكم الغرفه الحاليه. والمنتخب يا جماعه فايز قبل كم يوم، في النفسيه عاليه، وذي النفسيه زانت بيطلع لنا نون يا اخوان. جايينكم بتخفيضات الجمعه الصفراء، وايضا بمناسبه فوز المنتخب الموقع متفدر تخفيضات من 70% على الالكترونيات والازياء والجوالات، وحتى في منتجات تشجيع المنتخب تقدر تستيار تطلبها. وفوق هذا كله قاعدين يقولوا لك اسمع، مو بلازم تدفع الان، عندهم خدمه تماره اللي من خلالها تدفع بعدين، وبدون فوائد وخدمات كثيره بتشوفونها بالتطبيق والموقع حقهم. واكيد فوق التخفيض تخفيض، استخدم كود SXXB1 او SXBU1 اللي ظاهر امامك على الشاشه، وبيعطيك فوق التخفيض اللي عندهم تخفيض زياده. لا تفوتوا منتجات نون اكسبريس يا اخوان، التوصيل مجاني وسريع. بالتوفيق لكم، بحط لكم الرابط تحت، تعالوا تابعوني في السناب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بكأس العالم، ولكن اليوم حطينا بهارات تضبيط شوي، نشرح لكم الطور بكل اختصار. طفوا فوق يا جماعة على السريع. دقيقة يا عيال، نبي نشرح. صبر. لا ركان هذه كت، والله هذه كت ركان، هذه كت. كلكم تعرفون يا جماعة المود هذا صورنا قبل، لكن عدلنا وعلى السريع. الكرت الأصفر معناته إني أعطيك كرت أوقفك بمكانك، أنا مشتبه فيك. الحكم فقط اللي يقدر يسوي ريبورت. الإمبوستر يقدر يذبح كل لاعب له خاصية خاصة. مين الإمبوستر الآن؟ أنا. الله يقطع ابليسك. فكل لاعب له خاصيته. الكرت الاحمر اقدر استخدمه مره واحده، اذا استخدمته غلط اموت، واذا استخدمته صح ينتهي الجيم. يعني نجرب هنا على الامبوستر، نعطيه كرت احمر ويلقم على طول ونفوز بالجيم. هاي فكره المقطع. لا تحرمون يا جماعه من لايك واشتراك، اكتبوا لنا افكار تحت. يا مونجس ليش بقول لك شيء، المقطع هذا ما ابغى لا لايك ولا اشتراك، ادري ممكن طلبت قبل شوي، بس كلمه حق. اسال الله يا جماعه انه يسعدكم سعاده الدرع على الدعم والكلام الطيب اللي قاعد اشوفه بكل مكان، واسال مولى انه يقدرني اني اكون عند حسن ظنك. ما ادري بالضبط المقطع هذا متى بينزل، ولكن غالبا بتكونوا مأجزين، لاني انا بروح قطر وبصور شويه فعاليات كاس العالم. تابعني بالسناب، وترى 6 مليون قربت، ما بنطول، ندخل بالمقطع الان. بسم الله. راضي والله راضي باي شيء. يا رب مبابي يا عيال، اقسم لاني ابغى مبابي. مين انا؟ مش ممكن، مش معقول. اوه نو. حلو بس مواطن يا عيال، قهر بسيط، سوي مهام. ياس وكرت احمر ورب الكعبه تعب. ايش انا؟ هذا والله بعرف بس ناس اسمه. ميسي عليكم السلام. اسلم اسلم يا سالم، انت وسلم. ياس ليتس جو ركان الحكم. اوكي ركان الحكم يا اخوان، نسمي بالله عندنا ركان الحكم ريان. وقف كرت اصفر، وقف على طول. انا ما عندي من يسار، انا حكم ما عندي مين يسار، حطوها ببالكم هذه دائما. ريان عطى اخوك كرت اصفر يا الحمار. اوكي كهرب طفى. وين اختفى؟ الامبوستر واحد من الشباب او اللاعبين، عنده خصائص، كل لاعب عنده خصائص يا جماعه. المواطنين مو كلهم عندهم خصائص، في مواطنين عندهم خصائص زي مبابي سريع مره. ودي يا اخوان تكتبوا لنا قدر المستطاع مين اللاعب اللي تبون نضيفهم او ايش تبون نسوي في كاس العالم، لكن بامون. ميسي هناك، خلنا اسكت في الكهرباء ثانية. بعد شباب ابى اسوي اني انا حكم، ما حد يقدر يتعدى علي، ما حد يقدر يرفع صوته علي، ولا ابن امه يتنفس يم، ولا حد يقدر يقتلني. انا اسوي ريبورتات الجثث، انا اعطيك كرت اصفر، اعطيك انذار، تفتح فمك تفتح ضرسك زي هذا. تعال هذا الضرس ما عجبني، تعال كرت اصفر عليه. ليه ضرسك ما عجبتني؟ كيف كذا؟ سواريز دائما يعض اللعيبه، كرته حمراء كثيره، اكثر لاعب في مسيره كره القدم وكاس العالم والتاريخ عنده كره حمراء، ما عجبني اعطيتك كرت اصفر وبنحاش، ماني ضامنه، ماني مرتاح. وش ذا الحكم الدايخ؟ مهام قليله، والله يمدينا نفوز مهام. نقدر نمسك الكامات على السريع، عندنا هنا صهيب اللي هو زلاتان. الامور طيبه ومستقره الى الان، بسم الله. طيب رامي مونتاجك الاخير ما عجبني. كرت اصفر، هذا رامي ما عجبني المونتاج حقك الاخير. كيفي؟ ليش؟ دقيقة لازم من فوق، زياد سواريز. اوكي اوف، جا كرت اصفر، رامي جا كرت اصفر.
شاك فيه شكلي. زياد نزل تحت ايجل ام دوسري اروق اروق بالكاميرا. هربطت رامي توه يتحرك. اثنين هنا هذول يمكن يمحون بعض. خلنا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. السلام. أيوة. معاكم الحكم الدولي حكم كأس العالم. رجاء امشي. الجثة صارت قدام عيوني انا وجنبي ريان وصهيب. صهيب وانا مشمد يعني بريئين. طيب الجثة جت قدام عيونك وين؟ اي قدام عيوني. خل شو اسمه هذه شو اسم المنطقة صهيب اللي تحت مرة السورج على كورة. ايوه صارت كذا ما ادري بثواني فجأة مات قدامنا مين اللي مات معلوم. حرفيا صهيب بعطيه كرة اصفر مستحيل ذبح. ريان جنبي مستحيل ذبح. اثنين ذولي انا اتمنهم بس ما ادري وش اللي صار يا عيال. طيب اوكي انا كنت بسكيورتي. انا كنت بسكيورتي. جاني زياد من اللور انجن وسالم الدوسري. من هو؟ انا. سالم الدوسري كان بالادمن وسواريز. جاني من اللور انجن هذا اللي عندي والله ولي التوفيق. ما ادري مين سواريز. مين سواريز؟ سواريز اللي هو زياد. انا سواريز انا. ايوه انا بس وش الزومبي؟ انا كنت اصلح صلحت الكهرباء وطلعت رحت يسار. صح 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 صح. زياد اتمنى هو الوحيد اللي كان معي. طيب انت تقول زياد اتمنى ان سالم الدوسري صح؟ ما عجبتني. اصقع امك كرت احمر حكم اذا ما عجبك. والله الاصقع. صادق والله الاصقع. يا سالم تعالبي. ركان ركان. هي عطى كرت اصفر. كرت اصفر ركان. لا تستعجل. تحسبوني امزح؟ تحسبوني امزح صح؟ تعال سالم الدوسري اداك ما عجبك. كرت احمر اطلع برا. يا الله الحكم والزفت. يا رب ما يجيب العيد يعطيك كرت احمر. والله حمار. اوكي معناته بريء يا عيال. اعطاك كرت احمر وهو مواطن معناته انه بريء يا عيال. ما نقدر نسوي اجتماع. خلصوا مهامكم بسرعه. البوستر ما يموت. زياد البوستر. زياد البوستر. زياد البوستر. تعال فكسني. تعال فكسني. اركض يا دانا. اركض يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب. يقرب سلم دوسري. يقرب سلم دوسري. يقرب سلم دوسري. يقرب سلم 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 سلم. يا الله يا الله يا الله. لا تموتون. سكسبيد آخر واحد. شون أبي آخر واحد أنا. الله يقطع قرطهم. شوفهم. يلا خلنا نصلح سوانا وياك. يلا اللي صلح. تعالي وخر وخر. لا اقدر اسوي اجتماع يا اخي. لا الله لا يوفق. الله يقطعك يا ركان يا حمار. يا ركان يا حمار. الحكم اقسم بالله حمار يا ركان. والله حمار. كلهم قدامك. تحليل الفني قبل. يا المحلل. لا تلعب. لا تحليل. امبابي حلو ذي يا عمري يا عيال. اوكي امبابي عندي سرعه وعندي زحلقه. ممتاز يا عمري يا عيال. اقسم بالله جامد. شوف يا ساتر يا ساتر يا ساتر. خصائصه جباره. انا الحكم. حلو. اعطيها سبرنت كذا واحده. عرفتوا كيف؟ وتبرش على ام السي. الله يقطعك يا شون. البيبان سوي اسلاك. السرعه والغضب. ادخل على نيمار. تبرش على امه. تبرش على امه. الحكم شافني. الحكم شافني يا عيال.
الله يركب ليه؟ كيف كذا يركب؟ يركب يوم بيه يوم. أوه شيت عندي. أمرش على أمك. بنت. أبو شارع زبال. يا عيال انا عندي تحليل بس كمل الحكم معلو عز الله ما طلع الامبوستر معلو اقسم بالله يا معلو انا احلف بالله لو طلع الامبوستر انا $100 والله العظيم اسالك بالله والله العظيم $100 اساعدك ركان معي خليه الحكم يحقق يلا روح طيب والله انا دخلت على الالكتريك ولقيت 3 جثث ما شفت اي حد طول الوقت مين معي ايش تسوي معي حكم انت ما عندك عيون انا كنت عند الالكتريك حلو كنا قاعدين نسوي مهمات انا وزياد حلو وضبطنا الكهرباء طلعنا تعال طلعت شوي كذا ورجعت 3 جثث بس هذا يفتنا فيه هذا ما شفت طيب حد عنده تعليق يا جماعه يتكلم صهيب انا كنت واقف على شو اسمه ادمن لوك طيب تمام حلو ركان كان عندي ركان طول الجيم تقريبا كان عندي إيه؟ مستحيل يذبح ويرجع مستحيل اوكي وانا شفت في شيء صار عند الميد بي صار في فنت في انتقاليه صارت حلو فروحت وين عند الليل دقيقة هذا فوق دقيقة يا عيال الحكم يا عيال دقيقة انا طلعت من الالكتريك ورحت لوين رحت للميد بي لقيت شنق طالع وقاعد يركض اوف والله يركض ليه كيف كذا يركض طيب هذا قبل طيب صبر ثواني معلو هذا قبل الريبورت بكم وانت كم لاقي قبل الريبورت بثلاث ثواني تقريبا طيب تدري شلون؟ اعطني كرت احمر، الان وقف اعطني كرت احمر، اقسم بالله اني راضي، الان وقف اعطني كرت احمر يا حمار، اقول لك $100 وغبي لا اعطي اصفر خوف اعطي اصفر تهديدا يعني وانا طالع على المدبي ما شفت نازل زياد زياد بس يب زياد واحمد صص يا عيال زياد واحمد صص زياد واحمد يا رجال يا رجال في النهاية بيطلع صهيب ايوه في العقد الاخير صهيب والله اذا مو صهيب طيب اوكي زياد عليه اساس معي تمام صهيب بقلب اتهامات على صهيب ابى احاول اخلي صهيب تدري شلون؟ امشي مع الحكم ابى بطفي النور بنبرش على واحد وبلحم بالحكم طول المباراه والله احس انه شنق والله اني احس انه شنق ليش يركض وراي؟ امشي يا شيخ طول المباراه بلحم في الحكم امشي خليني امشي انا شو يمه ذا صفقني بكرت تعبني وترني ينبرش علي شنق موقف اوه الحكم معلو يا عيال خيره يجرطني ويعطيني احمر والله فيها $100 في كرت احمر وما تحدى ان $100 اللي هو يعني يعرف اني سبق وسوح يمكن هو فعلها واعطني احمر اذا انت رجال خليه يبرد وجهك مخك اول مره في الحياه يشتغل يا والله يا معلو اقسم بالله انا جتك $100 مع اني ما ادري كيف سلكت طيب ليه يعطيني احمر على اي اساس لانك تلحقني وتبي تبعد الشبهات وانا اعرف هذه حركاتك من اول يوم لعبت اي والله احمد حلو تبي تبعد الشبهات والله منك فكرت اقسم بالله معلو اول مره تفكر ورب المصحف ليتس جو ممتاز الحكم يا جماعة الحكم عندي رامي صهيب ركان زيدان معلو كريستيانو صهيب ميسي
رامي سالم الدوسري والله ما يضبط ابدا سالم. ما كان ايش قاعد تلحقني؟ ايش قاعد تلحقني؟ ايش قاعد تلحقني؟ احتكاك هذا خذ كرت اصفر على طول. احتكاك في الحكم واضح على طول احتكاك. اي احتكاك والله كرت على طول ما برحم. يقول نيمار حلو يا نيمار. اشوف بعد مين هنا. اوكي امسك الكامات خلنا نتابع الفار مره ثانيه يا جماعه. الفار عزيزي المشاهد عندنا نيمار هنا حاليا بالستورج صايب يقرب منه احتكاك بن ميسي متوجهين للادمن. زلاتان باقصى اليمين يتوجه الى جهه الميد باي. احتكاك هنا عندنا بين زلاتان وزيدان. زلاتان وزيدان نازلين تحت جهه اللور جهه الكوميونيكيشن. زياد باتجاه الميد باي. ريان التفافات زلاتان زلاتان زلاتان. اوكي عندنا هنا صهيب قاعد يهرب من زيدان مع لو. احتكاكات ما عجبتني هنا. سالم الدوسري يدخل غرفه تحت. دون عندي سواريز فوق. الكافيتيريا قفلت الكافيتيريا قفلت الكافيتيريا قفلت عزيزي المشاهد الكافيتيريا قفلت. احتماليه الان في صقعه فوق. احتماليه في صقعه فوق. احتماليه في صقعه فوق. الكافيتيريا قفلت. اوكي زيدان زيدان يا زيدان شو مسوي زيدان؟ ابحمي زيدان الله يقطع. زيدان موترني اقسم بالله. ايش يسمونه اليمين اليمين في واحد يمين في واحد مستور. الله يقطع ركان يقطع من كل مكان. اخوان ليش ما بتصلحوا معنا يا زلمه؟ احمد مو بنا دقيقه يا رب ركان اقسم بالله يا انك متفلت مره. كل مكان ادخل تطلع لي منه. ادخل يمين تطلع لي يمين. ادخل يسار تطلع لي يسار. الان كرت احمر وبنهي النقاش. علمني كيف تطلع هنا. احمد تكفى احمد اسمعني بقول لك شيء بقول لك شيء يا احمد اسمعني. احتكاكات من اليوم احتكاكات من اليوم. انت وميسي تلعبون بعض. ما وقفت دوران طول الماب. تفضل كل الاحترام والتقدير للحكم المحلي العالمي العالمي. الله يطول بعمرك الله يرضى عليك. انا ماني بمبوستر لو اني مبوستر كان شفت اني دابع ثلاثة أربعة تعرفني يعني أنا لا 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 ما لك كيف وصلت كيف وصلت قبل شوي الجهة الأقصى اليمين قبلي وانت كنت معاي في الآدمن شلون بس كان اني دخلت من فنت لا اي شلون أبغى أفهم اني زين الدين زيدان أترقل بسرعة ممتاز. طيب زين الدين زيدان صوتوا عليه. لا 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 الله يرضى عليك. لا حد يصوت عليك. لا حد يصوت عليك. برر زين برر زين برر يا ركان يا عيال اسمع ركان برر. طيب تبريري وشو الله يرضى عليك. اول شيء الجثة وينها؟ اقصى اليمين صح؟ طيب الحين اول الا 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 اقصى اليمين. انا شايفها 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 ما بدنا نسوي ريبورت عليها يا عيال. ايه حبيبي ما ذكر مكانها يا اخي. انا شايف الجثة شايفها بعيوني. احمد مواجهه بيني وبينك. ان كانك واثق من قراراتك عطني احمر. اذا ما مت يا شيخ انا بحذف اللعبه. لا تستعجل احمد. ما يهم اطلع برا. خلي الزحف في ايدك. يلا دز امه يلا يلا. اقسم بالله انك ثيرد امبوستر يا ركان. والله انك ثيرد امبوستر على التبرير الزفت هذا. خبي يا عيال ما يعرف يبرر. والله ما يعرف يبرر. سويه خلص انت. طيب جاهز الكرت الاصفر. اوكي الامبوستر ذبح اقصى اليمين قبل شوي. ما بداني اسوي تحريات على طول سويت ريبورت بس في ناس ما صلحوا. رامي قال وينكم ما تصلحون؟ رامي ممكن يكون مواطن. صهيب ماسك الادمن حلو. صهيب قاعد يعرق عليهم. كافيتيريا في واحد. في احتكاك باللور انجل صار. في احتكاك باللور انجل. في احتكاك مباشر باللور انجل صار. سالم الدوسري نازل من فوق. ايجل جاي من اقصى يسار. في احتكاك هنا صار. ايوه يا زلتان زلتان. صهيب ماسك اللوج طول عليه. عندنا نفوز بالمهام يا عيال. والله صلحوا يرحم امكم. صلحوا صلحوا الله يوفقكم. رم اقسم بالله مين يصلح؟ رامي طيب صهيب كيف اصبر صهيب مهام يصبر. اسمع صياح يا عيال كيف في احد مات. الامبوستر يا صهيب يا ريان. الامبوستر يا صهيب يا ريان. صهيب وريان قاعدين يلحقوني. في واحد منهم قاتل. صهيب وريان واحد منهم قاتل. صهيب وريان. طيب احمد كيف ممكن تعرف من القاتل؟ تسمع صيحات؟ يحس بمسؤولية. في واحد مات. احتكاك انتم يا حمار. بشايع انا عندي سؤال واحد ريان. بدايه والله حكم صاحي علينا البيبان يا ريان بجيح
يا ريان يا قليل الحياة قدام عيني يا حمار قدام ريش ريش دبع خمسة دبع خمسة اتخسي طيب واحد ثاني بس اتخسي قدام عيني عموما يا جماعة وصلنا نهاية المقطع لا تحرمونا موضوعكم زر لايك والاشتراك اتمنى استمتعتم بالمقطع يا اخوان الله يسعدكم والمود الجاي بيكون شيء مفجر واللي بعده اقوى اقوى صلوا على محمد اراكم في مقطع اخر ولا تنسون السكس بيتر موصف الطاي جاي لا تنسون السلام عليكم